لدى استقبال سموه هيلي عدد من أعضاء السلطة التشريعية، أشاد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أشاد بالمواقف الوطنية المشرفة لأعضاء السلطة التشريعية في الدفاع عن مملكة البحرين والتصدي لكافة المحاولات التي تحاول التقليل من منجزاتها السياسية والحقوقية، مؤكدا سموه بأن هذه المواقف تعكس بصورة جلية رفض شعب البحرين لكل ما يمس بمكتسباته وديمقراطيته. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن أنظار العالم تتركز اليوم على دول مجلس التعاون وما تشهده من نمو رغم التحديات الجسيمة وما يربط بينها من تعاون وتنسيق وثيق من أجل الحفاظ على مكتسباتها الأمنية والتنموية، وهذا يتطلب المزيد من اليقظة والحذر، كما أن الجميع يجب أن يعي بأن أي تقويض لاستقرار المنطقة ستكون نتائجه وخيمة وستتعدى أبعادها المحيط الإقليمي. وقال سمو إن ما تعانيه للأسف بعض شعوب عدد من الدول العربية من فزع ورعب وهجرة لمواطنيها نتيجة لما تشهده هذه الدول من حروب وصراعات أمر يحز في نفوسنا جميعا، ويجب أن يتعاون المجتمع الدولي من أجل العمل على وقف النزيف الذي تشهده هذه الدول وتمكين مواطنيها من العيش في سلام وأمان. وشدد سموه على أن حاضر الأمة العربية ومستقبلها على المحك، وهو ما يتطلب أن يكون العمل العربي المشترك أكثر تطورا وقدرة على مواجهة كافة التحديات. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي على أهمية اللقاءات التي تجمع القيادات التنفيذية في الحكومة تحت سقف واحد، مشددا سموه بأن عملية التطوير في الجهاز الحكومي مستمرة ولا تقف عند حد معين، فالأهداف كبيرة والتحديات كذلك، ويجب أن يتوازى معها مراجعة وتقييم مستمر للخروج بالمرئيات التي تدعم التوجه الحكومي نحو مزيد من التطوير الذي يحقق طموحات المواطن خاصة في الجوانب الخدمية. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور مجالات التعاون مع السلطة التشريعية، حيث أكد سموه بأن مجلس النواب يمثل الشعب ويهمنا التشاور والتنسيق معه في مختلف الأمور والقضايا خاصة تلك التي تختص بتوجه السلطتين نحو توفير البيئة التنموية المتطورة التي يتطلع إليها المواطن. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يشكل عنصرا أساسيا للحفاظ على ما تحقق للوطن من مكتسبات والبناء عليها في مختلف المجالات. ونوه سموه إلى حرص الحكومة على مد جسور التعاون مع ممثلي الشعب وتقويتها، لما لذلك من أهمية في تعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة التنسيق الذي يدعم توجهات التنمية الشاملة في كافة القطاعات. وشدد سموه على أن ما تشهده مملكة البحرين من مشروعات تطويرية وخدمية في كافة المناطق هو عمل كبير، وأن الحفاظ على منجزات الوطن والبناء عليها مسؤولية يتشارك فيها في تحقيقها جميع أفراد المجتمع. وجدد سموه التأكيد على أهمية أن يتعاون الجميع من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن من خلال التمسك بالوحدة الوطنية، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات غير مسبوقة نالت من أمن وطمأنينة دولها وشعوبها. وأشاد سمو خلال اللقاء بما يتحلى به أبناء البحرين من وعي تجاه مختلف قضايا المنطقة والعالم، مشددا سمو على أهمية أن نكون أكثر حذرا ويقظة في قراءة وفهم ما يحاك ضد دولنا وشعوبنا من مخططات، وأن نتمسك برباط الوطن وأن نبادر إلى الذود عنه في مواجهة كافة الأخطار. في الشأن الخليجي نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة في سبيل إنجاح موسم الحج لهذا العام، وما قدمته من تسهيلات وتيسيرات لحجاج بيت الله نال تقدير الجميع.